تورانشا آخر سلاطين الدولة الأيوبية في مصر، تولى الحكم بعد وفاة والده الملك الصالح نجم الدين أيوب في وقت كان فيه جيش الدولة من المماليك يواجه الحملة الصليبية السابعة ويحقق انتصارات حاسمة. مع تولي تورانشا واصل الجيش حربه التي انتهت بأسر الملك الفرنسي لويس التاسع وهزيمة الصليبيين. تورانشا الذي حمل لقب الملك المعظم انتشى بالانتصار لدرجة الغرور وتنكر لمماليك أبيه الذين صنعوا الانتصار وأساء معاملتهم وتوعدهم حتى طفح كيلهم وقرروا التخلص منه قبل أن يتخلص منهم. في الثاني من مايو عام 1250 حضر تورانشا إلى فارسكور قرب المنصورة حيث أقيمت له خيمة سلطانية وبرج خشبي على ضفة النيل. جلس الملك المعظم في الموكب والأمراء بين يديه، فتقدم إليه أربعة من قادة جند المماليك على رأسهم ببرس البندقداري الذي ضربه بالسيف، لكن الملك تلقى الضربة بيده فقطعت أصابعه وفر هاربا إلى داخل البرج الخشبي وأغلق عليه الباب. تبعه المماليك وأشعلوا النار في البرج حتى أصابت السنة اللهب ملابس الملك، فألقى بنفسه من البرج وخاض في مياه النيل، فلحقوا به سباحة حتى أدركوه وقتلوه، وهكذا مات جريحاً وحريقاً وغريقاً.